معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد طاهر ديلمي، ناشط جمعوي ومنتخب سابق في المجلس الشعبي الولائي بالعاصمة. أستاذ ديلمي مساء الخير، مرحبا بك. أهلا وسهلا قادة، مرحبا. أستاذ ديلمي أنا لا أسمع. ألو، مرحبا قادة. طيب ألو. حتى أسمعك هنا مع الزملاء. ألو، كاين عمليات إنقاذ قاموا بها، عمليات إنقاذ كبيرة، تمكن عناصر الحماية المدنية المكلفين بعملية البحث منذ شروعهم في مهمة الإغاثة وإسعاف المنكوبين من تحديد أماكن تواجد الضحايا تحت الأنقاض والعثور عليهم بفضل وسائل وأجهزة ترقب إلكترونية. نعم. يعتمد على الدبدبات الصوتية، يعني وسائل بما يستطيعون. نعم. لأنه في الغالب هذه الوسائل تبدو مطلوبة بكثرة، والأمم المتحدة على يعني اسمها الرنان وهيبتها الكبيرة قالت نشعر بالخيبة، لا نستطيع أن نقدم مساعدات كبيرة، لقد عاملنا السكان بخذلناهم. هذا اعتراف على الأمم المتحدة. أكيد. هيئات دولية قدمت استقالتها، منظمة الصحة العالمية، مانيش عارف إلا ما بانتش في مثل هذه المناسبات فمتى ستظهر، لا في أوقات الحرب ولا في أوقات السلم ولا في أوقات الكوارث، فمسائل جد خطيرة. معنا الأستاذ ديلمي، مساء الخير. أهلا وسهلا قادة، مرحبا. طيب أستاذ ديلمي، مرحبا. أنا لا أسمع جيدا، ولكن أطرح عليك السؤال بعيدا عن ربما التفاصيل، كيف تابعت إعلاميا عمليات الإنقاذ وكيف يمكن تقييم لهذه المهام الصعبة التي قام بها أفراد الحماية المدنية؟ أولا قادة تسمعني الآن؟ فضل. تفضل. الو تسمع فيا قادة؟ تفضل استاذ، تفضل. هاي اولا انت تفضلت باعطاء يعني الصوره القاتمه لهذا الابتلاء، لهذا الزلزال الرهيب الذي عرفته تركيا وسوريا. ومعنا احنا كجزائريين نفتخر اولا بما قامت به الدوله الجزائريه وما قام بإخواننا فرق الحماية المدنية وفرق الهلال الأحمر الجزائري وحتى بعض الجمعيات في المجتمع المدني. هذا يشرف الجزائر، لكن الذي يثلج الصدور أن فرق الحماية المدنية يعني ذهبت بجاهزية كاملة واحترافية كاملة وقدرة كاملة، لأن اكتسبت خبرة من التجارب، وبالتالي هذا ما أهلها أن تكون يعني قدوة للفرق الأخرى على مستوى التي كانت موجودة في الأراضي التركية وسوريا. نحن الجزائر نفتخر لأننا نعتز بهذا الدور المشرف، هذا الدور الإنساني، هذا الدور الإغاثي، هذا الدور التضامني. والجزائر لم تقصر يوما ما فيما يتعلق بالجانب الإنساني. وتركيا وسوريا كما تعرف يا أخي قادة، التاريخ يقول لنا بأن الشعبين وقفوا مع الجزائر في أحلك ظروفها وفي أحلك مراحلها. وبالتالي يعني هؤلاء الإخوة العائدون اليوم هم يعني يحتاجون إلى وسام شرف على صدورهم، لأنهم استطاعوا أن يساهموا في محاولة يعني الوقوف مع إخواننا في سوريا وفي تركيا. وما ننسوش باللي هذا الإخوة العائدين لم يقوموا بالإنقاذ فقط، لأنهم فيهم يعني التأثير النفسي على هؤلاء الإخوة، التأثير ما شاهدوه مثل ما فضلت أنت، الأرقام مهولة، يعني أشياء ما تحدث إلا في الأفلام، يعني في الحقيقة ما شفناه في الأفلام. وهذا النقطة الأولى. النقطة الثانية يعني تتحدث عن الاستقالة المعنوية للأمم المتحدة. يا قادة، الغرب لا يهمه العرب والمسلمين، حتى وإن بطحوا، حتى وإن ركعوا، حتى وإن ذلوا، حتى وإن فعلوا ما فعلوا، لا يهمهم. معنى الغرب الذي سارع في التحالف الدولي، سارع في 2012 إلى تمزيق سوريا، يعني مع الأسف الشديد الآن ترك الإخوة السوريين الذين كانوا يعتقدون أن الغرب هو الذي يحميهم، تركهم حفاة عرات لا حول ولا قوة لهم. فالأمم المتحدة تستعمل المعايير المزدوجة يا قادة، ينظرون بمعايير مزدوجة، حقوق الإنسان عندهم،
وحقوق الطفل عندهم، حقوق المرأة عندهم، حقوق الشعوب عندهم، أما عندنا ما كان لا حقوق ولا يحزنون. وبالتالي هذا أيضا ابتلاء وبلاء، ولكنه درس لنا جميعا، درس لنا أن نعتمد على أنفسنا ونعتمد على إمكانياتنا ونعتمد على التضامن العربي الإسلامي المبني على حقيقة التضامن الفعلي وليس البراغماتي وليس البروتوكولي وليس السياسي. طيب في المقابل الجزائر، يعني هؤلاء الأبطال كانوا فعلا في الميدان وهم رجال الميدان وقاموا بما يمليه عليهم واجبهم وضميرهم، ولكن أيضا هم يذهبون لتمثيل الجزائر التي لا تخضع في مواقفها السياسية لأي أهواء أو مزاجية. فهؤلاء ذهبوا رغم أن بعض الدول والحكومات ترددت في إرسال فرق إنقاذ لأنها لا تريد أن تظهر بأنها مع هذا الطرف أو ذاك. الحسابات السياسية كانت سببا، سيد ديلمي، الحسابات السياسية كانت سببا في إزهاق الكثير من الأرواح لأنه لم يصل لهم أحد. لماذا؟ لأن التجاذبات السياسية والتجاذبات القديمة مع الأسف الشديد معناها سبقوا الفعل السياسي على الفعل الإنساني يا قادة. تم تسبيق الفعل السياسي، يعني الحسابات السياسية على حساب ضحايا وعلى حساب مواطنين وعلى حساب ناس تحت التراب يئنون من فيهم من مات وفيهم من توفي وفيهم من زال يئن تحت التراب. وبالتالي هذه المواقف التي يعني المخجلة، هذا ما أقوله بكل صراحة، نتكلم على الأمم المتحدة ولماذا نتكلم على جامعة الدول العربية؟ صحيح. أين هي جامعة الدول العربية؟ أين هو موقف التضامن تاع جامعة الدول العربية؟ الجامعة الدول العربية في قمة الجزائر في مخرجاتها تكلمت عن وقوف مع أي دولة عربية تتعرض لأي محاولة من المحاولات. لم نرى هذا الفعل ميدانياً، لم نراه أساسياً. وبالتالي الجزائر عندما وقفت يتحججون بقانون قيصر، هكذا ولا لا؟ في البداية كانوا يتحججون بقانون قيصر ويتحججون به، حتى الأمم المتحدة تحججت بقانون قيصر. صح، حتى الأمم المتحدة تحججت بقانون قيصر، ولكن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فتحت المجال 6 أشهر وأعطت تراخيص للناس كل. لماذا لم يذهبوا؟ لماذا لم يذهبوا؟ إذن فهناك موقف تجاه الشعب، هنالك خذلان، هنالك خذلان. اي طبعا، لا في 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 خذلان وفي يعني عدم قدرة التقدير هذه الأرواح نتاع هذا الإخوان، وهذا مما يدل على أننا ما زال العقل العربي المهتز. صحيح. ويعيش خلخلة كبيرة 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 كبيرة. احنا المهم بعيدا عن هذه الخلخلة وبعيدا عن هذا العقل العربي المتواطئ والذي يتخاذل، الحمد لله أن الجزائر الحمد لله يعني مع الترحم على كل الأرواح التي سقطت، لا يمكن أن نتباهى ولا نستعرض هذا، ليس من شيم الجزائر وليس من ثقافتها. بالصح، لنا الشرف أن نفخر بهؤلاء الذين أنقذوا ما يستطيعون من يستطيعون إنقاذهم في نهاية المطاف. كنا الأوائل بسرب من طائرات يقودها نسور الجيش الوطني الشعبي، دليل جيش التحرير الوطني الذي عودنا أن يكون في كل محطة وفي كل مرحلة في الصفوف الأمامية، وأبناؤنا تاع الحماية المدنية وأبناؤنا في الهلال الأحمر الجزائري، فهذا شرف الجزائر. والآن المعمورة كلها تتحدث عن هذه المواقف، الشعب السوري يتحدث عن المواقف، الشعوب العربية تتحدث عن هذه المواقف. نحن لم نتحدى دولة معينة، وإننا قمنا بواجبنا الإنساني في إطار ما يسمح بنا القانون الدولي. صحيح. هذا هو يعذو يعذو المنطقة، والحمد لله فخر للجزائر. شكرا لك أستاذ محمد طاهر ديلمي، ناشط جمعوي، كنت معنا عبر الهاتف للتعليق على عودة بعض فرق الإنقاذ إلى الجزائر من سوريا. شكرا لك أستاذ ديلمي.